السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم شيوات حليمة قحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافية. كيف كتشوفوا اليوم إن شاء الله غنحضروا حلوة اقتصادية، ماشي غير 100%، مليون في المية ديال الفرماج، هكا يعني كتجي خفيفة وكتجي يعني كتذوب في الفم. أنا يا غدرت لها كتزيين، كيف كتشوفوا هي يعني في الأصل كتكون غير بسكر كلاسي، وكذلك يعني تصلح حتى الناس الريجيم من غير يديروا ليها سكر كلاسي. وبلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله، بالنسبه للمقادير هنا عندي 4 ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندي هنايا 3 الفرماجات يعني المثلثين، وهنا عندي 2 ساشيات ديال لافاني، وعندي ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات. عندي هنايا 550 غرام ديال الدقيق الفورز، وهنا كإضافة كتجي بها زوينة، إلا ما كانش توفر ما تعملوش. أنا درت القرقع يعني غير واحد يعني واحد تقريبا واحد المعلقة ولا 2 معالق ديال القرقع، هنا غادي نطحنو من بعد. في الأول كناخدو الفرماج ديالنا وكنعملوه يعني كنديرو في شي اناء باش غادي نخلطوه مع الزبده. طبعا هنا كيف كتشوفوا غنضيف الزبده، وضروري الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ باش دغيا تعاوننا باش يعني تطلق لينا. صافي كنمزجوها مع الفرماج، هنا كيف كتشوفوا هنا القرقع بعد ما يعني غير هنا غير قطعته غير بديك القرادة ديال الربع، يعني ما نحتاجش نطحنو. هنا كيف كتشوفوا هنا وضعت 2 ساشيات ديال لافاني، هاد الساشيات تما كتكون فيها غير شويه، يعني درت 2، نتوما غديروا غير ساشي وحده ديال لافاني. وهنا كيف غادي تشوفوا بالنسبه للخميره، انا ما يعني ما كثرتش الخميره، غادي نضيف سمحوا لي ما يعني الفيديو انا مزرباه باش ما يجيكمش طويل، ولكن راه المراحل يعني باينين. صافي هنا غادي نضيف الدقيق بعد ما مزجت الزبده مع لافاني لافاني اللي وضعت والقرقع. صافي كنضيف الدقيق، بالنسبه للدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم كيشرب. هنا كي قلت لكم من الاولى درت 550، ولكن هنا يعني هز ليا غير 500 غرام ديال الدقيق. صافي كنبقى على هذه العمليه، انا كنجمعها. طبعا غادي نضيف هنا كيف كتشوفوا راه نصف ملعقه ديال خميره الحلويات، ماشي معلقه، نصف ملعقه صغيره. صافي غنبقى نخلط الخليط ديالي ديال الحلوه حتى كنحس به يعني ولات متماسك. يعني كنحاولوا داك الدقيق ندخلوه مزيان، كتعرفوا بان ربع الزبده كتجي هي هذيك مع 500 غرام ديال الدقيق، وحنا كنجمعوا هكا. صافي هنا بعد ما جمعتها كتكون على هذا الشكل، وهنا الدقيق اللي شاط ليا كيف قلت لكم تقريبا هكاك 50 غرام ديال الدقيق.
كاس ما عامرش. هنا بالنسبه لهاد المراشم اللي غنعمل، وانتم الا ما كانش متوفر عندكم يعني ديروهم حرابل وقطعوهم، يعني المعروفه هاد الحلوه ديال الفرماج. انا غير باش نزيد عليها يعني واحد المنظر زوين كتزين، يعني درت هاد المرشمات. وراه عملوا اي مرشم عندكم، انا عملت هذا كنوضع قليل من العجين من الفوق، وكيف سبق لي ذكرت اي مرشم عندكم تعملوه، ولا عملوه غير حليب حليبلات هكا طوال وقطعوهم يعني على شكل اصابع. صافي غادي نبقى نكمل على هاد الشكل اللي عندي. هاد الحلوه كتجي زوينه هكا حتى الناس اللي عندهم مرض السكري ما كياخذوش يعني الحلوه، كيكونوا مساكنين في هاد الاعياد وهادي محرومين من الحلوه. هادي يعني غتجيهم غزاله، ولكن ما يعملوش سكر كلاصي على حساب الناس اللي هما ديابيتيك. صافي هنا هاد الشكل الاخر كيف كتشوفوا، هاد المريشمات عندي شويه صغار، انا غرضي بالحلوه تكون صغيره، انا كتعجبني الحلوه تكون صغيره، منها كتخرج واحد الكميه ومنها كيجيو محدقين وصغار. صافي غادي ندير هاد الشكل ثاني، ولا بغيتو هكا يكون في السمك ديالو رقيق كديروه رقيق، بغيتو يكون غليظ غليظ ديروه غليظ على حسب اللي بغيتو. صافي غنبقى نكمل هذا المرشم. بالنسبه للناس اللي في المغرب هاد المراشم راهم متوفرين، يعني شحال هادي هما كاينين، ودابا خرجوا الشكالات حسان من هكا. حنا هنا ما عندناش المراشم، انا غير كنوصى عليهم، و يعني الشكيلات كيعجبوني بزاف، ولكن الغالب الله هنا ما كاينش هادش اللي ما كاينش هكا. واخا هنا عندنا يعني شناوة كيبيعوا يعني دوك ديال المعمول، ولكن هادو ما كاينينش. صافي هاد الشكل اللي كتشوفوا تا هو بهاد الشكل مربع، تا هو نفس الطريقه كيف قلت كيجيو زوينين صغيورين. صافي غنبقى حتى نكمل العجينه اللي عندي. وبالنسبه للكميه اللي بغيتو تضاعفوا غتضاعفوا غير المقادير طبعا، يعني الحاجه انا كنعمل دائما الحلوه كنديرش واحد الكميه كثيره، حيت انا غير انا والاسره ديالي يعني اسره صغيره، وكنعمل غير اللي غادي ناكل فواحد الفتره، يعني ما كنبغيش الحلوه تبقى عندي بزاف في الدار. صافي هنا بعد ما عملتهم في هاد الطاوه ديال الفرن غندخلهم غير يتحمروا شويه، ما غاديش يعني غير يبان ديك الصفوريه، وكنخرجهم يعني ما نخليهمش كيتحمروا بزاف، كيجيو على هاد الشكل. غادي كيف كتشوفوا كيجيو زوينين، يعني المنظر ديالهم ما كي كيف كتشوفوا راه ما كي يطلقوش يعني ما كيتنفخوش، حيت درنا غير نصف معلقه ديال الخميره. صافي غادي هنا غادي نحاول انني ندردر على فوق منهم، زعما كاين هاد السكر كلاصي، وكيف قلت من قبل يعني بامكانكم الناس اللي هما يعني في مرض السكري ما يعملوش السكر كلاصي، يخليوها غير هكاك، راه كتجي بنينه بلا سكر مع فيها الفرماج كتجي زوينه. وهكا الناس اللي هكا غير الناس العاديين يديروا هكا السكر كلاصي كتجي بمذاق السكر والملوحه كتجي رائعه. صافي هنا غادي كيف غادي تشوفوا كتزين، انا هنا غير غادي نزينهم يعني دوك الثقوب اللي يكونوا في الوسط غادي نزينهم بالكونفيتور وصافي، وشكل الاخر نخليهم هكا، يعني هذا غير كاضافه. كيف قلت بامكانكم تخليوها غير هكا راه حتى المنظر ديالها زوين. هنا كيف كتشوفوا درت هنايا الكونفيتور ديال الفرامبواز، زدت فيه شويه ناباج وسخنته شويه. صافي صافي غادي نعمر واحد كيمياء قليله ونشوفوهم يعني في اخر الطبق اللي غادي نحطو. هنا كيف كتشوفوا الشكيلات ديالهم،
نتمنى تجربوا هذه الحلوه، راه زوينه وخفيفه وكتجي رطبه كتذوب في الفم وسهله واقتصاديه جدا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلى عجبكم ديروا جيم لايك، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة ومبروك عيدكم إن شاء الله، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. إلى اللقاء.